الفيلم بتاعه قاعد يدور بنجاح كبير في القاعات التونسية وفي المهرجانات. نجيب القاضي قدمنا في عناية يحكي عليه في المهرجانات العربية والعالمية بعد مهرجان تورونتو أيام قرطاج السينمائية. جمع هذا الفيلم يتقدم في مهرجان مراكش الدولي. في إنستافان نجيب حدنا نجيب القاضي بين الإنتاج والتمثيل والإخراج، نكتشفوا رحلة الممثل متاعنا في كل مراحل تطورها من خلال تصوره في إنستغرام، باش نتعرف على نجيب القاضي حياته الشخصية والمهنية في إنستافان. جيب حدنا نجيب القاضي نلقاوها في حوار خاص قبل ما يطلع المهرجان مراكش للمشاركة في المهرجان الدولي للفيلم. المخرج التونسي مش حللنا الكونت انستغرام متاعه، نقربوا من شخصيته في حوار خاص. نجيب القاضي مرحبا بيك. يعيشك بيك. انستغرامك اي هذاك هو. تصنف روحك مخرج منتج وممثل جاي من تونس، معناتها لهنا المخرج أهم الممثل في الترتيب. هذيك هي خدمتي أنا، قبل كل شيء نقول خدمتي مخرج. الباسيون بتاعي هي التمثيل الحقيقة، فهمت؟ حطيت أسامي أفلامك في عشيس كحلوشة باستاردو وفي عينيا. الترتيب هذا هو الترتيب الزمني. الزمني أي. لو ترتبهم لي الأقرب لقلبك. يمكن يقعد باستاردو عنده، علاش عنده نكهة خاصة عندي أنا؟ على خاطر أول فيلم روائي ليا، فهمت؟ بياسور فياشيس كحلوشة أول فيلم طويل ليا، ولكن معناتها هو وثائقي وكانت تنجم تقول التجربة الأولى. يمكن باستاردو يقعد عنده كل حاجة الزايدة شوية، على خاطر وهبلت فيه برشا زادة كيف كيف، معناتها بابا شيء ثانية أخرى توا في عناية، ولكن يمكن خاطر أول فيلم روائي ليا، ما هيش مقارنة مثلا جمالية ولا فنية. في عناية ترى اليوم وصلنا لمرحلة النضج؟ ما نعرفش كان نضج ولا لا. الناس النقاد قالوها، قالوا نحسوا أنه فيلم ظهر فيها أكثر نضج من عند رأي أكثر عميق أكثر. يمكن العباد ما كانوش يستناوني غادي مش نعمل فيلم كيما هكاكا، وتفاجئوا برشا ناس قالوا لي، قالوا تفاجئنا انك انت تعمل فيلم هكاكا. كانوا يسخايبوا انه باش يكون معناتها فما كونتينيتي مع باستارد ولا مع فياشيس كحلوشة، وصارت كي التكسيره. نرجع للإنستغرام. أول تصويرة هبطها تتذكرها؟ أي قطوستي صلوح. التصويرة هذيك تعز عليها برش، على خاطر وقتها الدبوزة هذيك بعثوا هالي سبيسيالمو عملوها القطوستي، معناتها عملوا كدبابز اللي فيهم أسامي وكل شيء، طلبوا مني مش أنه يعملوا لي واحدة ليانا ونحطها في إنستغرام. قلت لا ما نحبش، قلت له باركوتر نحطها إذا كانت تحطوا قطوستي. دونك قالوا لي شو اسمها، قلت لهم صلوحة، وجيت التصويرة هذيك. هذه أول تصويرة حليت الإنستغرام تاعك 2015 2016. أي مليوش برشا. عندك ياسر تصاور متاع قطاطس وحيوانات. أخذتني ساعة قبل كل شيء نحب ياسر الحيوانات، ونظن أنه في تونس ما نهتموش برشا بالحيوانات، وهذه مشكلة كبيرة ياسر، خاطر تربية الحيوانات في اللي راه يتعلم برشا الولاد الصغار سكون أبيل لومباتي، معناتها الحن، وتعلمهم برشا دي فالور اللي احنا العباد يمكن نجموش نعطيهم، فهمت؟ اللي لهين برشا بالحيوانات، البعض منهم يتحول نباتي مع شكل اللحم. انت وصلت للمرحلة هذه ولا انا انكور؟ أوكوري ما عادش ناكل اللحم الأحمر، ما عادش لا علوش لا حتى شيء، لا نزلت لازمني نحي شوية كالدجاج وشوية الحوت. معناتها مشكلة كبيرة ياسر في تونس أنك تكون نباتي، معناتها تكون فيجيتاريان، مشكلة كبيرة ياسر. معناتها هذايا باش دخلت لها، خاطر حتى في كان تحاول أنك معناتها تلقى اش تاكل وكل شيء في الأوروب، دخلت هذايا في العادات نتاعهم، على عادات الأكل وكل شيء. في تونس مازلنا بعد برشا، فهمت؟ دونك صعيب ياسر، ولكن للي أنكور على الأخر، فهمت؟ مش بعيد بالكل، في عيني اي لافيش نضال السعدي ودريس خروب. نعرف انه لافيش باش يخدمها مخرج يلزمو برشا تكسير راس، برشا تكسير راس. خدمه وان شوت ساعه قبل كل شيء ولا؟ وفيتها باش نحكي لك حكايه، هذيك حكايه كبيره. وفيت احنا صورنا تصويره خدمناها اخرى كومبليتمون ديفيرونت، صورناها بعد التصوير، معناتها بعد ما صورنا الفيلم اللي كانت سوبوزي باش تكون لافيش نتاع الفيلم. المشكله اللي صارت انه التصور، الحقيقه هي شويه مني انا، التصور اللي كنت عامله للافيش
مركبش ما جاش ما عطاتش فيش باهيه فهمت اي دونك دو كو هذيك كابتور من الفيلم اللي جينيرالمون ما تتعملش راهو معناتها ما ناخذوش كابتور من الفيلم اما تخدمت هذيك خدمه كبيره ياسر باش وصلنا للريزلتا هذاك تحكي برشا على الفيلم وتحكي على سورتو التيتر نتاع الفيلم في عيني عام 2016 لقيت حاجه انت هبطها عندها علاقه بالفيلم اللي هي هذيك البيريود اللي قاعد نعاود نكتب فيها في السيناريو voilà donc une façon باش نقول بتصويره voilà هذه خدمه المخرج زاده راهو حاجه صعيبه ياسر لي زانوتاسيون نتاعي الكل هذيك الكوبي تخبيهم الاوراق هذوما والله با فورسيمون ثم اسمع هما يبداو طايشين في الدار وكل شيء ولكن اي جو دو فري خساره والله ما يتقدروش بثمن معناتها بعد 100 سنه 200 سنه نعرف يمكن اي جو سي با عاد كان مازلت الناس تذكرني تذكر افلامي الفنان ما يتنساش اي لا لا يمكن يبداو موجودين هذوك الجبه في لوس انجلوس انا ونضال هذيك حكايه انا ماشيين لوس انجلوس وقتها بعد ما رحنا من تورونتو دونك نضال يسال فيه قال لي باش نلبس وش نعمل واحد وكل شيء قلت له والله تلبس اللي تحب معناتها لي زاميريكان راهو مش كيما لي زوروبيان معناتها ما فماش دريس كود اللي يقول لك البس هكا ولازم تابي روج لازم تلبس معاه قال لي برجولين نحب نلبس سموكينغ قلت له اوكي البس سموكينغ يا با دو بروبليم عندي صاحبي ستيليست هو عمل لي لبستي في لوفيرتور نتاع جي سي سي قبل ما نمشي لوس انجلوس قلت له والله ما نمشي فيه مش نلبس قال علاش ما تلبس جبه قلت له شنو قال لي جبه وين يمكن جبه يمكن يظهر لي ثاني مره في حياتي نلبس جبه يظهر لي قبل بتفديك لبس جبه بابا فهمت الله يرحمه دونك عجبتني الحكايه مشينا فون دبرنا جبه من عند اون كرياتريس دو مود يعطيها الصحه نوزا سبونسوريزي وكل شيء اي سا سي في كوم سا الحاجه اللي حلوه برشا اللي ملي خرجت من لوتي تحس انه في بلاصه كيما لوس انجلوس تيلمون هيبي وتيلمون فيها دي توندونس وتيلمون فيها كل شيء صدقني جبه تقولش عليها مني لابس شورت ولا تقولش عليها حتى حد ما عمل لك الغزره نتاع شنو هو لابس هذايا ولا شبيه لابس هكا ولا حاجه او كونتخير وقت اللي دخلت الفيستيفال وقت في لوفيرتور وبرشا من الناس وبرشا دي برودكتور وكل شيء جاني برودكتور رون ييركسا اللي هو البرودكتور نتاع ليتل ميس سانشاين نتاع نبراسكا ان تري غون برودكتور انديبوندون في امريكا اول حاجه قال لي هاي واتس ذات فهمت معناتها شنو هو لابس وكل شيء اي ما تنجمش تصور قديش الجبه خليت الكونتاكت مع العبيد ساهل على الاخر معناتها كل اللي فريمون ناس تجيني يقولوا لي منين هذه وكل شيء من تونس وكل شيء سيتي مانيفيك اي لو بوز اللي صار على الجبه ديك انكرويابل معناتها هبطوا دي زارتيكل واكثر تصويره لايكي عندي في الانستغرام تاعي هذيك في تورونتو هذيك سيونس فوتو اللي اوبليغاتوار هذيك لازم تعدى بها نتاع جيتي ايماج اللي تو لي زانفيتي دو فيستيفال لي رياليزاتور المخرجين والممثلين وكل شيء يعملوا لهم اون سيونس بروفيسيونيل مي توشي بروفيسيونيل معناتها جيتي ايماج يهبطوا الكل تعرف جيتي ايماج معناتها قويين برشا في التصاور اي سي اون سيونس فوتو تتعمل مع لي زاكتور لي رياليزاتور الكل اللي موجودين في لهنا فما مفهوم النجوميه نجوميه المخرج والله ما نحكيش على النجوميه انا نحكي عن هو كل مهرجان وما كيما تقول كل بلاد ورطاله كل مهرجان ورطاله زاد هذا ستار اي اما هذا لا يقل عنهم والله مش حكايه ستار تبوزي تو انت تعمل في تصوير لقيتي ايماج وكل شيء اون بليس ديريجي ونرى وفهمت شيخ برشا على نضال نهارتها نضال هبلوا عليه نضال تعجبوا الحكاية هذوما دونك الشيخ نضال وكلب معاه فهمت هيش اما التصوير هذايا سمباتيك على الاخر خاطر زوج ستيلات مش كيما بعضنا اي بي فوالا حبونا يحبوك تكون هكا يحبوك دون سيت بوستور لا فهمت يا حسره اي زيتونه سبور هذيك انت وين؟ انا طلع والله صعيبه بجدك ما طلعتوش؟ والله ما طلعتك اي طلعوها العباد برشا من الناس الثاني على اليمين نمره 7 فوق ها هو تاخذ عمري غادي عمري 15 ولا 16 سنه هذيك جباري كنت ما زلت اسمعني هذيك زيتونا سبور زيتونا رياضيه وقتها احنا يظل لي كادي دوزيام اني كادي وكانت ايكيب حلوه برشا وكنا نلعبوا فولي في الزيتونه وهذيك في البالي دو لا فوار دون لو تون بيريود تعز عليا برشا 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 هذيك كنت كوارجي
كنت ما كنا ملاعبيه نتاع فولي نفولو بيان سور كنا كورجيه بيان سور. شوف انا شخت على التصويره انا شخت شكون حط الجزام ظافر العابدي ظافر العابدي معناتها ديما 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 يحط الجزام ظافر صاحبي على الاخر اي الكوره اللي تهز للتمثيل هو كواجي زيك هو لعب فوت لعب فوت فهمت وظافر باش نعطيك حكايه ظافر انا عرفته عام 99 وكاستيتو باش يكون معنا في شمس عليك وما خدمش في شمس اه نعطيك حاجه مال وجي وعملت له كاستين كان باش يعمل معنا فازه في شمس عليك وما خدمش على خاطر وقتها ما تفهمش في الكونترات ومعاه مدير الانتاج نتاعنا وفطرت ليها اربع خمسه سنين هكاك انا وظافر ومرته فطرنا مع بعضنا وقتها جاي لتونس كلمني قال لي نعملوا فطور فطرنا وتعرفش قال لي اكثر حاجه قال لي في كاريري اللي ندمت عليها اللي ما عملتش شمس عليك خسارة تصور شمس عليك ما هبطهمش على انستغرام كلش صوروا برشا قبل هادي راهو مش كيما توا لا فاسيليتي نتاع التصويره بالتليفونات وكل شيء وين تمشي هاو سيلفي هاو شنو هاو فما امتدادات الشمس عليك اليوم ترى حاجات وين في التلفزيون التونسية توا ما نعرفش ولكن صار اي صارت اون فاغ هكا كبيره نتاع برشا عباد اللي ولات تاخذ يمكن الروبورتاج وتاخذ المزيج ما بين الروائي والروبورتاج في نفس الحصة وكل شيء صارت برشا حاجات ما صارت اون انفلونس بيان سور صارت حاجة حسيناها لو اليوم ترجع شمس عليك تتصورها تنجح؟ لا ما رجعهاش امبوسيبل رجعها انا جاني شيك اون بلون على شمس عليك باش نعاود نرجعها ما رجعتهاش علاش؟ على خاطر شمس عليك ساعة قبل كل شيء ايتا ديسبري معناتها كنا زوز بنات وزوز ولاد قبلنا مع بعضنا حابين نعملوا مشروع اللي كنت انا معناتها لو كرياتور نتاعو والمخرج وكل شيء وكانت عندي نظره انا في العمر هذاك نظره خاصه لشنو تنجم تكون ليميسيون وليميسيون هذيك انا بالنسبه لي انا كانت ليميسيون اللي انا كنت ملي صغير نحب نتفرج فيها في التلفزه التونسيه ما نحبش نتفرج فيها في فرانس 2 ولا في الراي ولا اللي هو فهمت الحاجه الثانيه ما نعملهاش علاش على خاطر زاد ثم قناه اسمها قناه الافق هي اللي كانت تخلينا نعملوا حاجات كيما هكاك وكان فيها ان اسبري ديكالي اللي كان يشجعنا باش نكونوا هكاك والحاجه الثالثه زاد طعمها اخر وقت اللي تكون تحت بن علي ومش بعد الثوره معناتها وقت اللي تكون في وقت الديكتاتوريه وكانت سانسور كبيره ياسر على ليميسيون انا ساعات نروح للدار مانتي ليميسيون انا بعثها للقناه في العشيه ما تتعديش كانت سانسر سون بروبليم معناتها فهمت هذا اللي خليني انا ما نجمش نعاود شمس عليك ما نخليها غادي هوني جو سوي سيغتان متاكد انه كان نعاودها تطيح اعاده بثها انت معاها ولا ضدها؟ اعاده بثها معاها وانا توا قاعد نحاول الماكسيموم باش نحط لي زيميسيون ان شاء الله نلقاهم الكل اونلاين خشن اي هذيك كان دسكر وين وقت هذايا نسيت وين هذايا في قمرت اي هذايا الدي جي برشا ما يعرفوش ان انت دي جي سهاره يعرف والله ايكوت انا مغروم بالموسيقى من قبل وانا مغروم برشا بالموسيقى والموسيقى سي ما باسيون زاد كبيره ياسر كنت حاب نكون ميوزيسيان قبل ما نكون مخرج راهو معناتها مي بديت الحكايه تو سامبلومون ايامات اللي هيثم عاشور اقرا يشوف لي بوبليكاسيون نتاعي على الانترنت في فيسبوك قال لي تحبش تجي تذكر معانا وباش نعملوا سهريه في قبة الهواء دون لو تون سكي ديفوني ابخي لو فينومين الكبير اللي انا بور موا ما عادش يتعاود لو بلوغ في المرسى برشا عباد يعرفوا على شنو نحكي لو بلوغ اللي هو ولا مخبر نتاع موسيقى الكترونيه ومش موسيقى الكترونيه كاو كانت في حريه تامه معناتها اللي ولات الكليونتيل كي تجي للبلوغ دون لو تون كانت تجي على خاطر موسيقى مغايره تماما للي تلقاه في لي كلوب الاخرين وكل شيء اي ديكو بديت تندسكر من غادي فهمت شوف ما حاجه انه حياتك الخاصة مش موجودة على انستغرام انا ضد انه نحط حياتي الخاصة في عائلتك تصورك وانت صغير انا نقول لك حاجة انا كي توفى بابا الله يرحمه من بعد حطيت انونس على فيسبوك انا نقعد بيت في العباد اللي دخل السبيطار وصور في روحه وعنده عامل عملية والاخر اللي ولا العباد اللي ياسر يحط ولادهم الصغار يحطوهم في الفيسبوك انا بالنسبة لي انا خطر كبير ياسر معناتها ما تعرفش على الدنيا راهو يقمبروك ما تعرفش راهو فما برشا ناس دي بسيكوبات وكل شيء وانا عندي برنسيب في حياتي معناتها حياتي الخاصة حاجة
و pour moi les réseaux sociaux انا عاملهم اكثر للخدمه راه فهمت سي ان سوبور دو ترافاي قبل كل شيء قبل ما انه يكون انا باش نجي نكسبوزي فيه داري وواحد وكل شيء قطعتي اي سا ساريت لا ما اكثرش من القطعت شنو تعمل باش تحمي حياتك الخاصه من المطفلين على خاطر اليوم تعرف انه كل شيء ولا يخرج تليفونات في المتناول الاخبار امنتي من الناس اللي قادر انك تحمي حياتك الخاصه بشكل رهيب انا مثلا في ترو كولر فما اسم اخر مش اسمي انا طريق زوب فهمت حياتي الخاصه نحب نحكي فيها مع اصحابي مع عائلتي وما نحبش نحطها قدام معناتها انه نقعد انا نقعد بيت في العباد كيفاش نجم نحطوا كل شيء على الانترنت الحقيقه وراهو حاجات هذوما ما يتنساوش راهو الانترنت ما عمره ما ينسى لو دووا على لوبلي اللي يحكيوا عليه في الانترنت ماهوش موجود نجيب عندي ليك مجموعه اسئله تجاوبني عليهم بشكل سريع في اقل من 90 ثانيه حاضر؟ حاضر نجيب نوع كرهبتك مرسيدس اول حاجه تعملها كي تبدا نهارك نحل الاورديناتور شكون الفنان اللي كنت تعلق له تصوره في بيتك كي كنت مراهق جروب دوران دوران فيلم بكيك دانسر ان ذا دارك لاس مونتري اذا كنت روك ستار شكون كنت تكون دافيد بوي اغنيه من التسعينات مازلت تسمع فيها حتى لتو برشا اما باين نعطي واحده معروفه ريذم از دانسر نتاع سناب موهبة عندك ما يعرفها حتى حد نغني أكثر حاجة تخوفك أنه عبدي عز علي يمشي في أي فترة كنت أتمنى تعيش في تونس في العشرينات كان جيت بطل خارق شكون كنت تكون دير ديفيد أحسن نصيحة أعطوها لك رد بالك لتغليلك البرمة في راسك أكثر ماكلة ما تعجبكش العلوش حاجة غريبة طيبتها ملوخية بالدجاج إذا كنت مخرج أجنبي شكون كنت تكون؟ تيم بيرتون شنو هي أول حاجة لازم يعملها تونسي كي يمشي لأمريكا؟ يحرق أكثر كلمة تونسية تقلقك؟ فرير أحسن سيري عندك؟ توين بيكس بتاع ديفيد لينش نصيحة تقولها لروحك لو كان جا عمرك 15 سنة رد بالك تعمل سينما كان جيت وزير أي وزارة تختار؟ الثقافة نجيب يعطيك الصحة يعيشك ميرسي